كما شاهدتم معنا قبل لحظات انطلاق الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات ليلة رأس السنة اللي هي تنزيل في الواقع للتوجيهات ديال السيد المدير العام للأمن الوطني واللي كيشرف عليها شخصيا السيد ولي الأمن ومساعديه من رؤساء المصالح كذلك الأطور والضباط والعناصر العاملين بهذه الولاية الأمنية اللي سخرت جميع الإمكانات البشرية والمادية واللوجستيكية اللي كتوفر عليها. يعني هذه الخطة هذه كتقتضي الانتشار الجيد بالمدينة وتوزيع معقلا الحصيص اللي كنتوفروا عليه من خلال تأمين المداخل والمخارج ديال المدينة كذلك تغطية مختلف الساحات العمومية كذلك المدارات المحاور اللي كتعرف يعني إقبال مكثف من طرف المواطنين والهدف الأسمى هو يعني ضمان سلامة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وضمان مرور هذه المناسبة الاحتفالية في أجواء آمنة. يعني ولاية الأمن كما أسلفت تسخر كل مجهوداتها على غرار السنين الفارطة وعلى غرار ما كتقوم به القيادات الأمنية عبر امتداد التراب الوطني واللي كيبقى الهدف الأسمى والأكبر هو يعني ضمان السلامة ديال الوطن والمواطنين. وشكرا لكم وسنة سعيدة. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.